الو 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 ابو اليوسف. اهلين حمادو، شو اخبارك يا ابي؟ كيفك حبيبي انت؟ والله الحمد لله، مش سالكم والله صيزان، ما حكيتك. تعال احكي معك، اتحركشك اتحركشك، ما اسمه ما عم تقول لك انا. ايوه اليوم حماده حماده بتسكر التليفون، اول ما تسكر التليفون وبتروح لعند لارا بتقول لها مو على ايطاليا، لو بتلف الدنيا كلها ما بتلاقي واحد مثلي. لا يلا مثلك يعني. طيب طيب مو على ايطاليا، لو بتلف الدنيا ابو حميد حبيبي انت. حبيبي ابو اليوسف، حبيبي سامي. انت كيفك حمادي، مبسوط؟ الا الا ما هي اللي عم تحكي جنبك، الا اسكتي ما دخلك انت. ماشي. انت بتعرف انه انت بتعرف انه بالبراني الماضي حمادة صار في حالات اغماء بمشروع دمه؟ يا لطيف يا لطيف. انا رحت لاحضر ابراهيم، ام صرت اسعف بنات لما حمادة. يلا انا رايي شوفك حضرت نص الابراهيم والنص الثاني عم بسعف بنات انا. سيدي الله يقويك الله يقويك. طالع انت قاتل حرق، طالع قاتل حرق متفجر بايدك البرايم عمبارح. هذا البرايم عمبارح؟ هذا البرايم عمبارح؟ بجنن. عندي شيء لك. اشتقت لك. ماشي حبيبي. اوكي تذكر حماد انت كثير منيح، ما تعطي هم بشيء، الكل مشتاق لك. تسلم لي قلبي، يلا ماشي سلم لي على الكل. انت شو بس؟ ماي انكل بيقول لي، قال لي لما تخلص تليفون تروح عند لارا تقول لها انه لو رحتي لوين ما رحتي، على ايطاليا على وين ما رحتي بكل العالم، مش حتلاقي زي محمد. فايه رايك في الكلام ده؟ Say hi to your uncle.